نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير بناء على موافقة عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي. تم تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الطالبة فاطمة عمر حسين البشيدي لنيل درجة الماجستير في كلية التربية قسم علم النفس اختصاص الإرشاد النفسي بعنوان الإيجابية وعلاقتها بتحقيق الذات والتوافق المهني لدى المرأة العاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في محافظات غزة. وبعد المناقشة العلنية التي تمت يوم الأحد 18 محرم 1439 هجري الموافق 18/2017 ميلادي الساعة 11:00 صباحا في قاعة المؤتمرات الكبرى خان يونس، اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من نظمي عودة أبو مصطفى رئيسا ومشرفا، الأستاذ الدكتور نعمات شعبان علوان مناقشا داخليا، الأستاذ الدكتور محمد وفاء الحلو مناقشا خارجية. وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الطالبة درجة الماجستير في كلية التربية قسم علم النفس اختصاص الإرشاد النفسي، وإن تمنحها هذه الدرجة فأنها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر هذا العمل في خدمة الدين والوطن، والله ولي التوفيق.